كرم وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي المدير السابق للمنظمة الدولية للهجرة بالمحافظة السيد تيدي بمناسبة انتهاء فترة عمله. وخلال التكريم أشاد القديمي بجهود المدير السابق لمنظمة الهجرة وما بذله خلال فترة عمله عبر تنفيذ عدد من التدخلات في المجالات الإنسانية والإغاثية، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تقديم كافة التسهيلات للمنظمات الأممية والمحلية، مشددا على تنفيذ المشاريع التنموية المستدامة في المياه والتعليم والصحة.